تطورات سياسية وميدانية متسارعة تشهدها الحرب بين لبنان وإسرائيل، فإسرائيل قصفت قلب بيروت وكانت قريبة من القصر الحكومي، فيما استهدف حزب الله شمال ووسط إسرائيل بصواريخ وقذائف. ووسط هذا التصعيد تبدو بوادر أمل جديدة تلوح في الأفق، فالمبعوث الأمريكي أموس هاكستين قام برحلة وصفت بالمصيرية بهدف إتمام تفاصيل وقف إطلاق النار. الأنباء تتحدث عن أنه ما كان لهوكستين أن يصل للبنان لولا وجود أجواء إيجابية تحتم الوصول لاتفاق، والحديث يدور عن مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ما يشكل فترة اختبار لمعرفة هل حزب الله مستعد للانسحاب لخط الليطاني ويحل محله الجيش اللبناني جنوباً. وبالتوازي ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، حيث إنه عملياً لا يفترض أن يبقى في المنطقة إلا جيش لبنان وقوة يونيفيل. ومن المقرر أن يعلن الأمريكيون عن وقف النار فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما يدور الحديث عن أن للفرنسيين دوراً في الإعلان كنوع من الضمانة للجانب اللبناني. ويشير الخبراء السياسيون إلى أن آلية التنفيذ أكثر فعالية هذه المرة مقارنة بآلية التنفيذ في العام 2006، حيث إنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، غير أن آلية التنفيذ لم تكن قابلة للتطبيق. أما هذه المرة فقد بنيت الآلية مع دور لبريطانيا، ألمانيا، فرنسا وجهات أخرى. في إسرائيل فيقدرون أن إيران أعطت ضوءاً أخضر لحزب الله للموافقة على وقف النار على ما يبدو كي تطلق رسالة إيجابية لترامب، كما أنهم يرغبون باستخدام وقف النار في لبنان لنقل رسالة لحماس أنه قد حان الوقت لصفقة المحتجزين الإسرائيليين. ويؤكد الخبراء أن التوقيع على الاتفاق في هذه المرحلة هو أمر ذو مغزى عملياً، ولأول مرة يقطع الارتباط بين لبنان وغزة، لكنه يعني بعض التصريحات اللبنانية بأن الطريق بات ممهداً لجولة مفاوضات قد تكون حاسمة في مسار الأحداث. وظاهرياً أعلن حزب الله أنه حتى الآن يشترط لوقف النار وقف الحرب بغزة، فهل سيكون المقترح الأمريكي بداية لنهاية الحرب في لبنان؟ وهل بالفعل هي فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟